بغيتي شي طوموبيل وعجبتك وبغيتي تشريها وما عطاكش مولا هذا التصريح بالبيع، دابا هذه هي الضربه القاضيه لاي سمسار كما بغى يكون. دوك النوع اللي كيبيعوا ويشريوا الطوموبيلات اللي عليهم حج عليهم مشاكل اللي كيخربوا للناس. من اليوم اي مواطن يسمعني مزيان شنو غادي نقول له، خصوصا الناس اللي مهتمين باش يشريوا الطوموبيلات. دابا ما عليكمش بالخوف نهائيا، وحتى السمسار راه ما غاديش يعجبهم هذا الشيء اللي وقع، ولكن هذا الشيء راه طبقوا الوزاره راه طبقته. دابا الناس اللي بغاو يشريوا الطوموبيلات وكذلك الناس اللي بغاو يبيعوا الطوموبيلات، غنبدا بالناس اللي بغاو يبيعوا الطوموبيل. راه ما يمكنش شي واحد مش هذاك البيع ديال هكا في الزنقه بابا بابا با 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 ما بقاش. دابا اي واحد بغى يبيع الطوموبيل راه خصو يدخل لواحد الموقع. هذا الموقع هذا شنو الدور ديالو؟ الموقع كتكتب المعلومات ديال السياره ديالك تما باش تعطيك الوزاره تصريح بالبيع، وكيعطيوك واحد الكود. هذا الكود هذا لمن كتعطيه؟ كتعطيه لذاك الشاري اللي بغى يشري الطوموبيل. سمعوا الناس اللي بغاو يشريو الطوموبيلات، الا لقيتي شي طوموبيل وعجبتك وبغيتي تشريها وما عطاكش مولا هذا التصريح بالبيع، يعني ذاك الكود هذاك بلا ما تدخل عليها، لان راه الطوموبيل اللي فيها الخواض وفيها المشاكل راه ما كيعطيوش التصريح بالبيع، يعني غير بعد عليها. هاد التصريح بالبيع في المثال لقيتي طوموبيل وعجبتك وعطاك داك الكود اللي عطاته الوزاره اللي كاين في هذا الموقع اللي غادي نذكر لكم، عطاته غتدخل المعلومات ديالك تما وغادي دير الاجراءات ديال الشراء، لان هذا اللي عطاوه هاد التصريح هذا بالبيع راه تما كتعرف الوزاره بان هاد الطوموبيل هذه راه غتخرج ليها لا كارت غريز وما عليهاش مشاكل وما عليهاش ضرائب وما عليهاش اي تعرض كما بغى يكون. تما كتتم الاجراءات. الاجراءات كيفاش كتكون؟ كتكون على اساس انه ملي غادي دير ديك المعلومات ديالك هذه، كنهضر بالنسبه للناس اللي بغاو يشريو الطوموبيلات، ملي كدير المعلومات ديال ديك السياره غادي تمشي لاقرب وكاله ديال بريد بنك او لا بريد كاش، وغادي تدفع دوك الدوسي ديال البيع ديالك، وتما كيعطيوك ديك الوكاله المعتمد عليها كيعطيوك تصريح ديال السيركيلاسيون، يعني كيعطيوك الورقه الرماديه او البطاقه الرماديه اللي هي مؤقته على من ما الوزاره او لا مراكز تسجيل السيارة تخرج لك لاكارت غريز. هنا ما غاديش يبقى داك الاشكال ديال ان لاكارت غريز ما خرجت ليش عليها حجز كذا، خصوصا دوك السمساره اللي كيديروا خروقات للناس وكيبيعوا الطوموبيلات للناس اللي عليهم حجز وعليهم مشاكل. كنتمنى من عند الله ان هذه المعلومه هذه تكون وصلتكم، وبالنسبه للموقع اللي خرجت الوزاره راه غتلقاه في اول تعليق باش تضمن الحق ديال البائع وكذلك الحق ديال المشتري. هذا ما كان، بارطاجيو المعلومه الاخوان مع الخوت لان راه هادشي مهم وهادشي راه جديد. بارطاجيو المعلومه باش اي واحد توصلوا، باش حتى اللي بغى يبيع الطوموبيل يدوز من هاد الاجراءات. راه ما بقاش داك البيع كما كيقول ديال زمان، دابا بيع اخر. جوا الاخوان بارطاجيو باش يوصل للناس، باش تعرف الناس فين كتحط الخطوه ديالها. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله.